بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة أحكام المسبوق. عنوان هذه الحلقة هذه السبب ديال الاختلاف ديال المذاهب في الحالة ديال المسبوق. علاش ما كان كلهم مشاو؟ شي واحد دابا اللي ما عنده لا فقه لا يديك لا خليك تيقول لك أودي القرآن واحد والقبلة ديالنا وحدة والإله ديالنا واحد والرسول ديالنا صلى الله عليه وسلم واحد، لاش هاد الاختلاف هادو؟ هنا غادي نبينو باش ونبسطو، ولكن حنا غادي نمشيو غير مع واحد الرأي واحد، غير طريق وحدة، ها الطريق اللي غادي نمشيو ليها باش ما نبقاش موضرين. السبب ديال الاختلاف ديال المذاهب حول المسبوق راجع للاختلاف ديال الروايات ديال الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قصد ذلك وقصده فيه حكمة، والحكمة هو وضع الشيء في موضعه توسعة للأمة وعدم تحجير لها، حيث جاء بعض الأحاديث فيها الإتمام وبعض الأحاديث فيها القضاء. نجي نشوفوا الأحاديث اللي وردات فيها تيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الإتمام. معنى الإتمام حتى يسلم، حتى تجي تدرك المسبوق مع الإمام، هذاك الشيء اللي جيتي انت ليه هو الأول ديالك، ما تيهمكش شحال هما لاحقين، لا انت بديتي الأول وتبدا تحسب باش تكمل. بحالات مثلا حيت يكون عندنا دابا الصرف، كاين اللي تيعطيك الصرف ها هو مجموع، كاين اللي تيكمل ليك. مثلا واحد الحاجه شريتيها ب 260 ريال، اش يدير ليك؟ تيقول لك ها 40 باش غادي يكمل لك 1000 ريال، تيقول لك ها 40 ها 700. اش تيدير لك هنايا؟ كمل ليك، هذا دار لك الاداء. واحد شنو دار لك؟ لا هو دار القضاء. فهنايا هذا هو الاختلاف. واحد أتم الإتمام أن تجعل ما أدركته مع الإمام هو الأول ديالك. وجاو هنايا أحاديث شافوها وعندهم مصارحة ومشوا معاها، منها الحديث اللي فيه الإتمام، من الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ديالهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإتمام تيقتضي يكون داكشي اللي يدركو المسبوق هو الأول ديال الصلاة ديالو، إلا سلم الإمام تيتم هو داكشي اللي كان ناقصو. عندنا الأحاديث ديال القضاء، هي عاود الدمالي اللي مشاو مع القضاء، بحال الحديث اللي رواه لنا الإمام أحمد في المسند ديالو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فقدوا. ها هو حديث. وعاود كاين حديث آخر فيه القضاء. بالنسبة لما رواه الإمام مسلم في الصحيح ديالو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلي ما أدركت وقضي، وقضي ما فات ما سبقك. معنى صلي، صلي ما أدركت، صلي ما أدركت اعتبروه هما راهم في الركعة الرابعة، اعتبرها حتى انت في الركعة الرابعة، حيت غادي يسلموا غادي تنوض تقضي. والقضاء يقتضي أن يكون داك الشيء اللي دركو المسبوق مع الإمام هو الأخر ديال الصلاة ديالو. فإلا سلم الإمام تيقضي داك الشيء اللي فاتو، تيقضيه كيما فاتو تيجي يحطو قدام هو. فمن ثم اختلف العلماء في ذلك. عندنا موالين الاحاديث ديال الاداء والقضاء اللي هما شنا الامام مالك رحمه الله، اللي ذهبوا مذهب الجمع ما بين هذه الاحاديث كلها، وهذا فقه عالي ان تجمع ولا تبطل حديثا من هذه الاحاديث، لان اللي شد هذا تيبطل الاخر واللي شد هذا تيبطل الاخر. هذا جمع هذه الاحاديث كلها فجعل الاداء في الأفعال، والأفعال المراد بها هي هذه الحركات: مع الله أكبر، سمع الله لمن حمده، دعاء القنوت. هذا هو يعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء. بهكا تيتبين لنا أن بعض العلماء خداو بالرواية ديال فقدوا، والبعض ديال العلماء خداو بالرواية ديال فأتموا، وبعض العلماء جمعوا منهم الإمام مالك رحمه الله ما بين الروايتين وحمل الإتمام على الأفعال والقضاء على الأقوال. واللي عملوا بالرواية ديال فأتموه راه فسروا داك الأحاديث اللي فيها فقدوا، قال ليك فقدوا أي أتموا، لأن من معاني، شوف اللغة العربية، من معاني القضاء في اللغة الإتيان بالفعل وإتمامه. وبهذا تتفق الروايتان في الأمر بالإتمام، واخا مختلفة في اللفظ. الخلاصة حنا اللي خصنا نشدو باش ما نبقاوش موضرين، حنا غير تنبينو هاد المسائل هادي. هاد المسألة هادي كما هو ظاهر من المسائل الاجتهادية،
لمدايش باش نكروا فيها على المخالف. والأدلة في المسألة محتملة، سيقول ابن عبد البر رحمه الله: والحجاج متساوية لكلا المذهبين، ديال مالي للقضاء وديال مالي للأداء، من جهة الآثار والنظر. وكل مسلم في هذه المسألة هذه وما شبهها، هذا ابن عبد البر باقي تيتكلم رحمة الله عليه، وما شبهها يفعل ما ظهر له أنه الأقرب للسنة إن كان أهلا للنظر في الأدلة، قرأ وتخصص وكل شيء. أما إذا كان عامي فإنه يتبع ما أفتاه به من يثق بدينه وعلمه. وهنا نجي واحد الإشارة ديال شي واحد تيجي يسولك، وحيت تجاوبو تيقول لك عطيني الدليل، على حيت تمشي عند الطبيب ويقول لك دير هاد الدواء ولا دير هاد الدواء، تقول لي عندي الدليل. واش انت قريتي الطب غادي تفهم شنو هو علاش عطاك هاد الدواء على هذاك؟ هذاك تخصص ديالو، انت ملي درتي فيه الثقه ومشيتي لعندو خصك تشد عندو، لا تحتاج الى الدليل، لان الدليل عنده هو، والا فهمتي الدليل انت بمعنى راك انت وليتي فقيه. فانت تبغي غير شوف حلال حرام اشنو هو، اما حيت تقول لي عندي الدليل معناها ما كاينش ثقه، ما يفتيكش في هاد المساله. ما نطلبوش من العالم الداعي، شنو اللي تنطلبوه؟ حيت فقدنا الثقه في العلماء، وتيخصني عندك يكون شي مبتدع ويمشي يضللني تنقول له عطيني الدليل. فلهذا الا حنا بالنسبه لهذه المساله هذه غادي تمشي في من تثق بدينه وعلمه، او يتبع امام مذهبه ان كان متبعا لاحد المذاهب الفقهيه، او يتبع ما عليه علماء بلده. هكا تيقول لك مثلا بالنسبه للانسان اللي جا دخل نهار الجمعه والامام جالس في المنبر، واش غادي ينوض يدير تحيات المسجد ولا يجلس؟ فهنايا كاين هذا الراي وكاين هذا الراي. ايوا شنو غادي ندير انا؟ قال لك حيت تمشي تدخل لذاك الجامع وتصيب الناس، واحد راه واقف يصلي تحيات المسجد وواحد جالس، راه تيديروها وما كاين اللي غادي ينكر عليهم، فتدير تحيات المسجد. الا جيتي صبتي كلشي جالس بحال واحد المسجد عندنا هنا سميتو مسجد الزيتونه، والامام تيقول لي اجلس يا جلس جلس، واخا فوز الخطبه تيوقف الخطبه تيقول لي جلس. علاش؟ لانه هو تيعمل بالمذهب الامام مالك، وتيولي هذاك فتنه، تيفتن عباد الله. فلهذا داك الشيء تتمشي على ما عليه اهل البلد باش ما ديرش فتنه، واخا يكون الكلام ديالك هو الراجح والادله هي الراجحه، والكلام ديال الاخر مرجع، وهذه هي الحكمه. فلهذا انت غادي تتبع امام مذهبك اذ كنت متبعا لاحد المذاهب الفقهيه، او تتبع ما عليه علماء البلد. ومذهب الامام مالك رحمه الله هو المذهب المشهور عندنا في المغرب، وعليه غادي نوردو حنايا الحالات ديال المسبوق في الصلوات الخمس. نسال الله ان يوفقنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمه الله.